أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. يعد منفذ الوديعة المنفذ البري الوحيد الواصل بين المملكة العربية السعودية واليمن بعد إغلاق منفذ الطوال بسبب الحرب، وهو وجهة جميع المسافرين من وإلى السعودية لأغراض متعددة. شكاوى وأصوات كثيرة تعالت مؤخرا بسبب سوء الخدمات في المنفذ نظرا لقلة الفنادق وارتفاع أسعارها، ما يضطرهم للمبيت أيام في العراء، بالإضافة إلى عدم توفر خدمات أخرى كثيرة في المنفذ وسوء المعاملة التي يتلقاها المسافرون من قبل القائمين عليه، كما يتم أخذ رسوم غير قانونية تصل إلى 100 ريال سعودي على كل مسافر مقابل ختم الجواز، ومبالغ أخرى على الحافلات والشاحنات التابعة للتجار دون سندات قبض. عن معاناة المسافرين في منفذ الوديعة وابتزاز القائمين عليه سيكون المحور الأول في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش ظاهرة تضييق ميليشيا الحوثي على الحريات والحياة العامة في المناطق الخاضعة لسيطرتها كإغلاق المطاعم والاستراحات بحجة منع الاختلاط، بالإضافة إلى منع ممارسة بعض طقوس الأعراس بحجة تحريمها وإلغاء الكثير من الفعاليات، كان آخرها الفعالية التي ألغيت اليوم والتي أطلق عليها اسم فوانيس السماء، وكانت عبارة عن فعالية سيتم فيها إطلاق الفوانيس الضوئية إلى الهواء. قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع التقرير التالي الذي أعده الزميل عمر نهمي عن الموضوع الأول في هذه الحلقة، منفذ الوديعة. منفذ الوديعة الذي أصبح ضيقا على العابرين، لن تعبر المنفذ حتى يخرج الجمل من سم الخياط أو أن تدفع. يقف المسافرون هنا في هذه الجهة من المنفذ في طوابير أطول من صبرهم على المعاناة التي يكابدونها في بلدهم في انتظار السماح لهم بالدخول. في الجهة المقابلة يقف القائمون على المنفذ في انتظارهم، أو بالأصح في انتظار ما في جيوبهم. وبالرغم من أن هذا المنفذ البري هو الوحيد المفتوح حالياً بين السعودية واليمن والذي يفترض أن يتم تسهيل العبور من خلاله، إلا أن المسافرين يبيتون أياماً على بابه في انتظار سماح القائمين عليه بدخولهم. يدفع المسافر الواحد قرابة 1000 ريال يمني مقابل ختم الجواز ورسوماً أخرى دون وجه حق ودون سندات قبض، لكن المسافرين يضطرون للدفع. وبعد أن يقطع المسافرون أميالاً من الخوف في طريق العبر والنجاة من حفرها وتشققاتها، يصلون إلى هذا المنفذ ليبتزهم القائمون عليه كما يقولون. يشرف على المنفذ نافذون في الدولة ظلوا جاثمين على البلاد من فترة النظام السابق حتى الآن على مرأى ومسمع الشرعية التي لم تحرك ساكناً. الحافلات وشاحنات التجار تدفع مبالغ مالية للقائمين على المنفذ تتعدى 500 ريال سعودي من أجل السماح بمرورها، ما لم سيتم المماطلة وإنزال الحمولة ووضع صعوبات أمامهم. المعاملة السيئة التي يلاقيها المسافرون وانعدام الخدمات، بالإضافة إلى عوامل الطقس والأمراض التي قد يصابون بها بسبب المبيت لأيام في المنفذ، تزيد من معاناتهم وتضاعف من محنة التشرد والشتات. إذا تابعنا التقرير، لدينا اتصال الأخ سليم المرشحي، أهلا بك سليم. حياك الله أخي. سليم، تعليقك ومشاركتك في الموضوع حول المعاناة التي يشهدها المسافرون في منفذ الوديعة. في الحقيقة أنا كنت قبل 4 أيام هناك وأشاهد كل ما يحصل بنفسي، ما يحصل بالمنفذ من منطقة العبر، حتى المنفذ نفسه يعتبر وصمة عار في جبين الشرعية والمسؤولين هناك، وخاصة أن هذا يحصل في مناطق الشرعية للأسف. المسؤولين عن ختم الجوازات هناك بالمكاتب لا هندام لا أخلاق لا حس أمني، كل همهم جباية الأموال، يطلبون على المسافر الواحد على الختم الواحد 1000 ريال أو 10 ريال سعودي، إذا رفضت يمنحك بكل ثقة كرت وصول، وعند تعبئة كرت الوصول يختم لك ختم وصول وليس ختم مغادرة، وهذه ورطة دون أدنى مسؤولية. طيب، يعني لأنه كان هناك حديث في المقدمة التي قرأناها أنه يتم فرض مبلغ 100 ريال سعودي، المبلغ ليس 100 ريال، هو 10 ريال سعودي صح؟ 10 ريال سعودي أو 1000 ريال يمني على الأفراد، على كل جواز. طيب، وبالنسبة لهذه المبالغ التي يتم فرضها على المسافرين، هل هي بسندات وأوراق رسمية؟ لا لا لا، أنا بنفسي طلبت سند قبض، رفض المسؤول هناك منحي السند ووضعني بين خيارين، إما دفع المبلغ دون سند أو تعبئة كرت الوصول.
طبعا كرت الوصول معناته انه يختم لك خط وصول وليس مغادره. طيب وما الذي يترتب على ذلك؟ طبعا لا تستطيع بعد ذلك المغادره، ويعني بعد سفر يومين يمنعك من مغادره اليمن. طيب ماذا عن يعني تحديات اخرى غير هذه الرسوم المفروضه والتعامل من قبل القائمين على المنفذ؟ طبعا من منطقه العابر الى الى المنفذ نفسه تبدا عمليه الابتزاز وملاحقه الباصات والطقومات العسكريه واستجواب السائقين وتاخير المسافرين ومنع الباصات من التحرك باتجاه المنفذ، والا باذن من الجنود هناك دون اي اسباب ومبررات. وشاهدنا بانفسنا بعض الباصات تدفع رشاوى او اوقات او ما شابه ويأذن له. من يقوم بهذه الملاحقه والابتزاز؟ النقاط العسكريه القائمه هناك، والتقطنا بعض الصور لبعض النقاط. وطبعا كل هذا يحصل من منطقه العبر الى المنفذ نفسه، يعني مسافه ما يقارب 50 كيلو ما اعتقد. وطبعا ظلينا من منطقه العبر الى مغادره المنفذ اليمني ما يقارب 12 ساعة، ومن كان قبلنا هناك حدثنا أنهم ظلوا أكثر من ذلك ما يقارب يوم إلى يوم ونصف. طيب هذا التأخر في المغادرة من خلال المنفذ هل له علاقة ربما بحالة الازدحام والتكدس للمسافرين باعتبار أن المنفذ هو الوحيد الآن المتاح حاليا للتنقل البري بين المملكة العربية السعودية واليمن، أم هناك أسباب أخرى لها علاقة بهذا الازدحام والتكدس للمسافرين؟ قد يكون هذا السبب طبعا، لأنه في لاحظنا أن هناك أعداد كبيرة خاصة مع فتح باب العمرة، ولكن لا يوجد أي تنظيم، لا يوجد أي خدمات، لا يوجد أي يعني النساء الكبار السن. ولاحظنا ايضا حاله وفاه بعد في اليوم التالي من تواجدنا هناك، يعني مقارنه بين المنفذ السعودي والمنفذ اليمني فارق كبير. طبعا هناك خدمات، هناك اسعاف، هناك اماكن انتظار، هناك كل ما يتطلبه المسافر، بينما المنفذ اليمني لا يوجد اي خدمات. وليس ذلك فقط، كمان يعني عمليات ابتزاز وإجراءات أمنية ركيكة جدا، إذ يعني الجوازات يتم تختيمها من قبل الجنود، يجمعوها ويأخذوا هذه الأموال ويختموا بدون حضور المسافر نفسه، دون أي مطابقة للمسافر مع بياناته، ويعني إجراءات صراحة وصمت عارف جميل الشرعية. ولا فرق يعني تقارن لا فرق بين مناطق الإنقلاب ومناطق الشرعية. طيب خلال السنوات الماضية يعني ربما كان هناك شكاوى من مستوى الخدمات المقدمة في المنفذ، ربما توفير استراحات للمسافرين للأطفال والنساء خاصة والمرضى، هل هناك تحسن في هذا الموضوع في مستوى الخدمات أم ما زال الوضع كما هو عليه؟ والله أنا ما شاهدته بنفسي الوضع، لا أعرف كيف كان، ولكن الوضع سيء جدا، لا توجد أي خدمات، لا يوجد أي صالة انتظار، لا يوجد أي كراسي للقعود، لا وخاصة يعني لكبار السن والنساء إطلاقا، يعني خدمات ركيكة جدا، وإضافة إلى عملية الابتزاز والذي يشعر المسافر فعلا عند مغادرته فارق كبير بين الخدمات اللي تقدمها المملكة العربية السعودية للمنفذ السعودي وبين الخدمات اللي يقدمها الجانب اليمني. شكرا جزيلا لك سليم. اتصال آخر، ياسين الوافي، أهلا بك ياسين. أهلا ومرحبا سليم. ياسين تعليقك ومشاركتك في الموضوع حول منفذ الوديعة، إذا كنت سافرت أو مرت من خلال هذا المنفذ كيف هي مشاهداتك للوضع هناك؟ والله منفذ الوديعة مشكلته عويصة، هو من بداية مع إغلاق كل المنافذ الجوية والمنافذ البرية، فهي مشكلة عويصة. المفروض أنها كانت الحكومة اللي نعول عليها أشياء كثيرة، أن تجي لنا بوجه جديد، تبعد الفساد المنتشر كان من أول، تجي لنا بجديد وتغير حتى الطاقم الموجود في فالصراحة في ابتزاز للمواطنين من ناحية أن أي واحد مع بضاعة يدفع فلوس يمشي، هذه ما تقع واجهة الدولة، يعني المفروض يكون في قدم من المسؤولية. يعني هو لما المنفذ السعودي رفعوا الطاقة الاستيعابية، لكن المنفذ اليمني بقت الطاقة الاستيعابية كمان، يقع في زحام، يقع في مشاكل، يقع مشاكل كثيرة. المفروض ان اكبر المسؤولية تقع على الحكومة، ما اخذت اهتمام كامل وغيرت الطاقم وغيرت الفساد الموجود في المنفذ. طيب
طيب بالنسبة لمستوى الخدمات المقدمة في الخدمات تكون صفر، يعني ايش من خدمات؟ ما في، الله بالعافية عدت من المنفذ الحمد لله على السلامة. طيب انت الان يعني الحديث والمعلومات هذه التي تقدمها يا ياسين، هل سافرت من خلال المنفذ ام ربما وفق كلام وصلك من المسافرين، يعني ما تتحدث به انت لا من معلومات؟ يعني انا سافرت تقريبا قبل سنتين، غير السفر الثاني كان عبر الطيران. المره كانت ابتزاز، اذا ما دفعت الفلوس يؤخرك يضعفك يا البضاعه، يعني ما فيش انه فقط ما انتش دافع فلوس اللي هي الخارجيه عن الرسمي، يعني اللي هي العاديه، انه مثلا يفتش التفتيش صح، المفروض ان اي بضاعه تفتش هل فيها ممكن في اشياء مهربه، اشياء طبيعي بس تكون بسرعه، ما نفس الوقت ما يتلكش الاشياء الموجوده في مع حق المغتربين. لكن مجرد ما ترفض انك تدفع لهؤلاء المبتزين الفلوس يقوم يؤخرك، ويقوم يؤخرك نص يوم يوم، يقوم يفتشك تفتيش غير طبيعي، فهمت؟ يعني فابتزاز غير مقبول. في نتمنى انه يهتموا في موضوع المنفذ، لانه يعتبر منفذ الوحيد لدوله كامله، يعني كم يا مغترب يمشي، يعني كانت اكثر من 5 منافذ، منافذ 8 منافذ طيران، الان صار اغلبيته معتمدين عليه. طيب شكرا جزيلا لك يا سيدي. انا اتمنى انه شكرا لك. اتصل اخر ابو احمد، اهلا بك. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا اخي. حياك. هذا المحور مخصص للحديث عن منفذ الوديعة، إذا كانت لديك مشاركة وتعليق في الموضوع. والله شوف حقيقة لدي المشاركة. تفضل. لدي المشاركة بأن المنفذ هذا هو المنفذ الوحيد الذي يعبر عن طريقه اليمنيين. فالواجب على حكومة الشرعية انهم يهيئوا اقل شيء حتى ان المواطن يحس ان فيه شيء من الحياه مقدمه، لكنك لما تطلع من المهجر وتريد تدخل الى بلادك اول ما يقابلك هذا الشكل من المنفذ، هذا يقابلك الموظفين او المسؤولين في المنفذ. طيب ألو؟ طيب ابو احمد، ما هي المشاكل او يعني التي انت لمستها من خلال سفرك من هذا المنفذ؟ والله حقيقه انا ما مريت مع المنفذ هذا، لكني اشاهد اصحابي وجماعتي انا اللي يمروا مع المنفذ يتشكوا من المسؤولين او الموظفين على المنفذ هذا بانهم يعني ما هم حق امانه انهم يتولوا مسؤوليه الشعب هذا، يعني حتى المنفذ يجب على الحكومه ان تنظر النظره قويه الى المنفذ، الى انهم يستقبلوا مواطن يعني بشيء من الاريحيه، يبدا بانه يحس انه في منفذ شرعيه وتطوره طيب جديده. طيب ايش الشكاوي؟ ما هي الشكاوي؟ يعني من ماذا يشكون؟ يشكون من وقوفهم وهجرهم لايام في داخل في وسط المنفذ هذا، عندما يخرجوا من المنفذ السعودي يمرضوا مرض وسط المنفذ اليمني، ما ندري ايش السبب اللي يعرقلوهم فيه، يعرقلوا المسافر، يعرقلوا المريض، يعرقلوا النساء، حيث لا يوجد اي خدمات في المنفذ هذا، ان الواحد يرتاح انه يدخل لو اضطرت الامور وقلنا عندهم ضغط عمل او زي كذا، لكن ما لقينا ان فيه خدمات، يعني الواحد يرتاح او يودي عائلته او يودي اطفاله او يودي حيث يلقى الخدمات الضروريه غير موجوده في المنفذ هذا، الا انك تلقى لك سينكو وغرفتين كذا غرفه وعليها ناس بلطجيه صراحه، يعني غير مسؤولين، غير مهيئين للمسؤوليه، فما ندري من هو القائم على المسؤوليه هذه. احنا نشكو هذه العيوب التي او مسؤولين هذول اللي يودعوا لهم ناس، اما همهم الا الجبايه يسيبوا من الناس، انت عندك سياره كذا بنفتشها، لكن المقابل لا نفتشها، تدفع مبلغ كذا كذا ولا نفتشها لك تمشي. طيب شكرا جزيلا لك ابو احمد من السعوديه. اتصال اخر. طيب حول الموضوع ايضا لدينا مشاركات من خلال الواتساب نستعرضها معكم قبل استكمال الاتصالات. نطلب من المسؤولين او من المسؤولين على منفذ الوديعة ان يعملوا الخدمات.
أن يحسنوا أداء الكادر الوظيفي الموجود في المنفذ، أن يعني 3% الرسوم السيارات التربتك اللي بتخرج عن طريق المنفذ 300 ريال سعودي كفيلة بأن ترمم خط الوديعة على مستوى 3 خطوط رايح جاي مع الإنارة. أما هذا لا أبسط مقومات الخدمات البسيطة مش متواجدين، يعني حتى خيمة حتى حاجة يتظللوا تحتها نهائيا مش موجودة. نطالب باسمي وباسم المقتربين كامل أن يعملوا حل لمنفذ الوديعة أو يفتحوا منفذ الطوال، منفذ الطوال الذي كنا نقول أن منفذ الطوال سرق ومدري إيش، سلام الله عليهم من اليوم لا يوم يبعثون. منفذ الطوال كان جنة على ما تشوف جحيم منفذ الوديعة، والمسؤولين ولا بحسهم ولا احنا كائنات حية يعني مغتربين، يعني بتسافر بعض الأحيان ما بتوصل، وقد ما عاد معك في صنعاء ولا عدن ولا أي محافظة يمنية وما عاد به الله نص السيارة، والنص الله يرحمه تكسر في الحفر والمضبات. ما يعني المسافرين في منفذ الوديعة وضع مأساوي ابتزازي، ولا أقول المغتربين فقط بل كل المسافرين، وكأن هذا المنفذ ليس بتابع للجمهورية اليمنية، وكأن هذا المنفذ ليس منفذ دولي، انعدام الخدمات بشكل عام. حتى دورات المياه الله يكرم السامعين والمشاهدين معدومة، أيضا ابتزاز الموظفين للمسافرين، أيضا عرقلت سير المسافرين مما يؤدي إلى الازدحام الشديد وحدوث مشاكل هناك كما حدثت في اليومين السابقين. يعني لا يوجد نية خالصة لتوسيع المنفذ ولا لتطويره. وصل إلى المنفذ إنه لا يوجد نية باتاتا لتطوير المنفذ، يعني 20 ريال على كل مسافر على كل جوازة الشر سواء داخل أو خارج، 380 ريال بحقة التريبتيك وحقة التأمين على كل سيارة خصوصي، يعني قال لك دعسة وطن إن السيارة أجنبية كأنه مغترب ما اشتراش من جيبه، والمغترب هذا يحمل الهوية اليمنية ولا شيء. أيضا الشاحنات فوق 1005 فوق 2000 شاحنة التجار، طبعا التاجر هناك يضيفها فوق المواطن حقة الصرف النقل، أشياء كثيرة. أيضا التلاعب الجمركي، يعني والله لو رصينا العشرة هذه حق العشرين ريال اللي حق الجواز لسفرتنا الطريق من المنفذ إلى كل محافظة يمنية. كانت هذه مشاركة من خلال واتساب حول موضوع منفذ الوديعة. لدينا اتصال من مأرب الأخ خليل، أهلا بك خليل. طيب سقط الاتصال. أيضا حول الموضوع نستعرض معكم بعض المشاركات من خلال الفيسبوك. خالد يقول رحلة ماجلان 5 أيام في منفذ الوديعة، يوجد عوائل وأمراض وكبار سن عالقون يعانون سكرات تحت هجير الشمس الحارقة وبرد ليل الشتاء القارس وانعدام للخدمة الضرورية. عبد القوي يطالب الحكومة الشرعية بحماية المسافرين في منفذ الوديعة من المتنفذين واللصوص وتسهيل السفر من وإلى اليمن. سيف عامر يقول أنه يحدث فقط في منفذ الوديعة اليمني سرقة بالإكراه وبلطجة على المسافرين، امرأة تتوفى بسبب اعتداء جنود على ابنها، ملاحقة وتقطع للباصات وخلق حالة رعب وهلع بين المسافرين، لا نظام ولا أخلاق ولا مظهر لائق للعسكر، يقصد الجنود المتواجد في المنفذ، أخذ رسوم 10 ريال سعودي أو 1000 ريال يمني على كل جواز بدون سند قبض، لا يستطيع المسافر الرفض لأنه سيعطى كرت وصول مختوم والبنادق والسلاح على رأسه، قرابة 10,000 مسافر، من كل مسافر 1000 ريال سعودي 10 مليون ريال يمني يتحصل عليها المنفذ يوميا، قهر وإذلال لا يحتمل، يكون الكفر بالشرعية والدولة والشعور ينتاب المسافر، وكل هذا باسم الشرعية وتحت علم الجمهورية اليمنية. الصور أثناء ملاحقة طاقم عسكري واعتراضه طريق الباص. حبيب يقول حتى الرسوم بعدما كانت 10 قد هلن 20 وممكن ترتفع وتوصل ل50 طالما والمسافرين راضين وسامحين باستغلالهم بتوصل للمية. نحن عملنا ثورة ضد فساد صالح والآن رجعنا كلنا راضين على هذا الفساد الحاصل، فساد من رأس الهرم في السلطة لأصغر موظف، لماذا نسكت؟ يتساءل لماذا المسافرين أيضا لا يرفضوا هذه الابتزازات طالما ونحن شعب ووطن متاح للجميع. نذهب إلى المحور الثاني في هذه الحلقة أو اتصال. خليل من مأرب، أهلا بك يا خليل. أهلا وسهلا خليل، مشاركتك وتعليقك حول الموضوع الأول في هذه الحلقة منفذ الوديعة.
نعم أخي سامي، تحية لك ولمشاهديكم الكرام ولبرامجكم التي تختص بهموم المواطن. بالمنفذ لدى اليمنيين بالنها هو إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية، ولم يبقى إلا منفذ الوديعة وسبب ازدحام كبير، لكن هذا لا يعفي الحكومة من القيام بواجبها وإيجاد حل يحمي كرامة المواطن الذي يظل لأيام 3 أيام إلى 4 أيام في العراء، لا يجد مكان ينام فيه أو خدمات يمكن أن يستفيد منها، يظلون أيام 3 أيام أو يومين ينامون على الباصات أو على مركباتهم. هذه مشكلة وجريمة بحق المواطن اليمني. كذلك أظن أنه ليس هناك تعاون في الإسراع في إدخال هؤلاء المواطنين سواء كانوا معتمرين أو مغتربين. إذا كان هناك يعني تعاون كبير لا أظن بأنهم سيظلون لهذه الفترة يعني خارج المنفذ أو في المنفذ الأيام والثلاث أيام أربعة أيام. هذه مشكلة لابد من التعاون فيها من قبل الحكومة الشرعية وكذلك من قبل الإخوة في الأشقاء في المملكة العربية السعودية. لو كان هناك إسراع في إدخال هؤلاء المواطنين لما حصلت هذه المشاكل والكوارث. كذلك لابد من إيجاد مطاعم وإيجاد يسمحوا للمستثمرين بدل أن توجد الوحدات الأمنية الكبيرة في ذلك المكان وأحواش شبه فاضية أن يجدوا محل مستثمر يضع فنادق يضع مطاعم أو من هذا القبيل، حتى تسمى للمواطن إذا تأخر لأيام أن يجد مكان يستريح فيه ولا يجد هذه المعاناة الحاصلة. شكرا جزيلا لك خليل. في المحور الثاني من هذه الحلقة سنناقش فيه سلوك التضييق الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على الحريات والحياة العامة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والتي زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، حيث تم إغلاق عدد من الاستراحات والمطاعم بحجة منع الاختلاط، وتم نشر لواصق على جدران الجامعات تدعو إلى عدم الاختلاط أيضا، كما منعت ممارسة بعض الطقوس الاحتفالية في الأعراس كالأغاني وعزف الطبول بحجة أنها تؤخر النصر، وتم إلغاء العديد من الفعاليات الشبابية التي بادر إليها مجموعة من الشباب الناشطين في العاصمة صنعاء كفعالية الأفلام القصيرة الشهر الماضي وفعالية فوانيس السماء التي تم منعها اليوم. نستقبل اتصالاتكم. نبدأ بالأخ فؤاد عامر من فرنسا. أهلا بك أستاذ فؤاد. أهلا بك وبالمشاهدين، حياك. أستاذ فؤاد، بداية كيف تنظر إلى واقع التضييق الذي تفرضه اليوم ميليشيا الحوثي على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها؟ نعم، في الواقع نحن إزاء خطاب وسلوك مزدوجين ومتناقضين في نفس الوقت. فنحن نلاحظ مثلا أن الجماعة الحوثية هي تحاول أن تقدم خطاب معين للخارج للغرب غير ما تمارسه في الداخل. فمثلا على سبيل المثال في الجوانب المتعلقة بالمنظمات أو تحاول أن تقدم للغرب من خلال بعض الوثائقيات التي شاهدتها في أكثر من لغة في اللغة الإنجليزية والفرنسية أنها جماعة منفتحة على نقيض تام من الجماعات الدينية والسلفية والإخوانية الموجودة في داخل اليمن، وأنها منفتحة على المرأة، منفتحة على النساء، على الفن، على الموسيقى، على المجتمع. وهذا الخطاب الذي تحاول أن تقدمه للغرب وهو خطاب يتناقض تماماً مع الخطاب الذي مع السلوك والممارسات الذي تقوم به في الداخل. ففي الداخل هي تقوم بقمع المواطنين، بمحاربة الحريات الفردية، بقمع طموحات الناس، بالتضييق على النساء، على الحريات، على الاجتماعات، وهو خطاب يتناقض تماما كما قلنا مع الخطاب الموجه للخارج. إذا هي تحاول أن أيضا هناك بعد آخر للمسألة. الجماعة الحوثية هي جماعة سلالية عنصرية تحاول من وضعيتها كأقلية في داخل اليمن، تحاول أن تمكن لأفرادها الذين ينتمون إلى نفس السلالة من مفاصل القرار ومن مفاصل السلطة والمال في داخل البلد. فمثلا فيما يتعلق بموضوع المرأة، المرأة اليمنية يجب أن تبقى محجبة، يجب أن يمتنع الاختلاط، يعني هي صورة من صور داعش في داخل اليمن. لكن النساء الذين اللواتي ينتمين للسلالة الهاشمية العنصرية في الخارج وفي الغرب في أمريكا وفي أوروبا، تجد أن نساءهم في كامل الانفتاح، يعني نفس الشيء، نفس الموضوع فيما يتعلق مثلا في اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية هي لغة
هي مراكز تعليم اللغة الإنجليزية في داخل صنعاء وفي المناطق المسيطرة عليها، هي تعتبر أماكن للتغريب، أماكن للأمركة، للثقافة الغربية، لكن بنفس الوقت ترى أن أبناء هذه السلالة يقومون بإرسال أبنائهم للدراسة في الجامعات الغربية. هناك يعني معظم القادة الذين ينتمون إلى هذه السلالة يوجد أبنائهم في داخل أوروبا، في داخل كندا، في داخل الولايات المتحدة. على الغرض النهائي والأساسي من هذا كله هو أن يتم تجهيل الشعب اليمني وإبقاء سلالة معينة ذات أقلية هي التي تسيطر، هي الطبقة المتعلمة، حتى تبقى مهيمنة في مشروعها الكبير. يجب أن نضع هذا في إطارها الواسع والكلي. ما هو الإطار الواسع والكلي؟ نحن إذا سلالة أقلية لا تشكل 1 أو 2% في داخل اليمن، مسيطرة أو مختطفة للطائفة الزيدية، وتحاول عبر هذه الأدوات من خلال سيطرتها على الزيدية ومن خلال احتكارها لمفاصل السلطة والتعليم والقرار في داخل البلد أن تهيمن على الأمة اليمنية التي يتعدى سكانها، التي هي في مقابل أكثر من 98 لسنة. طيب أستاذ فؤاد، الآن تقول هناك تناقض في تعاطي ميليشيا الحوثي مع موضوع الحريات العامة والتضييق الذي تفرضه على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لكنها في المقابل أمام الغرب ربما تريد إيصال صورة أخرى عن تعاملها وتعاطيها مع هذا الملف. في ظل هذا الفضاء المفتوح، كيف يمكن لها تغطية ما يحدث الآن؟ لماذا لا تصل هذه الأصوات حول قمعها للحريات العامة للغرب ولهذه المنظمات وللمجتمع الدولي بشكل عام؟ أين يكمن الخلل؟ الخلل يكمن هي بحق والذين ينتمون جزء كبير منهم إلى هذه الدائرة السلالية الموجودين في الغرب وفي أوروبا. لاحظنا مثلا جمعيات ومنظمات حقوق إنسان الطريق متاح لها لكي تقدم خطاب إلى الغرب. شخصيا مثلا شاهد أكثر من وثائقي من خلال ناشطات موجودات في داخل صنعاء يحاولوا أن يقدموا هناك، يعني الخطاب الذي يقدم لهذه الوثائقيات أو من خلال الصحافة حين تأتي مثلا البعثات الصحفية والإعلامية من الغرب يحاولوا أن يأخذوا هذه البعثات الإعلامية للحديث أو لتصوير فرق الراب، فرق الرقص والفنون، وهو خطاب متناقض تماما مع السلوك الذي تقوم به بقمع الشعب اليمني. وإذا هذا هو الإطار العام. الإطار العام هنا السلالة تحاول تمكين نفسها من التعليم، من الانفتاح نحو الغرب، من تعليم اللغات، من في سبيل وحرمان اليمنيات. يعني اليمنيه يجب ان تبقى في الداخل، اليمني هو هذا القبيل الذي زنديل في غباره يجب ان يبقى في الداخل، هو عفوي شجاع معنا مع السلاله. هذا هو الاطار العام الذي يجب الذي تعمل عليه السلاله، ليس فقط في الجانب الثقافي وانما ايضا حتى في الجانب الاقتصادي والجانب السياسي، وهذا ليس موضوعنا الان في هذه اللحظه. طيب استاذ فؤاد، سؤال اخير حول هم الآن يقدمون أسباب لسبب منعهم لمثلا إقامة الفعاليات الشبابية ولفرضهم ربما قيود على بعض الأعراس والعادات والتقاليد داخل البلد بأن هذه أسبابها ربما أنها تؤخر النصر. باعتقادك ما هي الأسباب الحقيقية التي يهدفون من خلالها للتضييق على حرية الناس؟ نعم، كلما كان هناك قمع، يعني هذه السلالة كما قلنا هي أقلية تحاول فرض مشروعها السلالي العنصري الكهنوت الديني على المجتمع من اجل ان تبقى محتفظه على 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 مفاصل السلطه والقرار في اليمن. ساعطي لك مثلا ليس فقط من خلال الممارسات الموجوده حاليا، من يقرا مثلا كتاب كنت طبيبه زائره في اليمن، هذه الدنماركيه، بعض الكتب التي كانت تناقش علاقه الائمه واسرهم مع الخارج، مع الغربيين الذين كانوا يزوروا اليمنيين، الذين كانوا يزوروا اليمن في هذاك الوقت والاسر السلاليه، فيجد ان هناك نوع من الانفتاح لدى هذه الاسر نحو الغربيين، تعاطي الخمور، الامام يحيى والامام احمد يعني ما يسمى يعني بالامام، يعني يعني هذه اذا هم يستخدمون فقط الدين لقمع المجتمع، يستخدمون الاعراس والقبيله والاعراس القبليه لقمع الشعب الذين، لكن هم لهم يعني لهم نظمهم او منظومتهم الاخلاقيه والسلوكيه الخاصه بهم والتي ليس علاقة. نحن عندما نقول هذا الكلام نحن لسنا ضد أن تكون المرأة متحررة، ضد أن تكون المرأة متعلمة، ضد أن تكون ضد أن يكون للشخص له حريته الفردية في أن يقوم بما يعتنق ما يشاء من أفكار، لكن نحن إذا استواجية في الخطاب لدى هذه السلالة
نحن مع الحريات الفردية، نحن مع حريات حقوق الإنسان، مع الحريات، مع حرية اللباس، حرية الاختلاط، هذه حقوق بديهية أصبح العالم له حساسية كبيرة إزاها. ولذلك هذه السلالة تقوم باستغلال هذه الحساسيات بالنسبة للخطاب الغربي لكي تحاول أن تقدم صورة لدى الغرب مثلا فيما يتعلق في موضوع الاختلاط في داخل عدن، أو موضوع مثلا عمر باطويل الشاب الذي تم اغتياله قبل سنوات، هي حاولت أن تقوم يعني بتصدير خطاب أنهم ضد هذا، أن هناك داعش موجودة في داخل عدن، موجودة في داخل الجنوب، أنهم مع الحريات الفردية، أنهم مستعدين للقبول الأفكار مهما كانت بعيدة عن القناعات الدينية، يحاولون أن يقدموا خطاب أنهم أكثر انفتاحا. هذا هو الخطاب المتوجه في داخل لدى الغرب، لكن أيضا يناقض السلوكيات في الداخل، إزاء اليهود، إزاء البهائيين وحرية المعتقد، القمع والمحاكمات الدائمة ومضايقة الطائفة البهائية الموجودة في داخل من خلال المسجونين، من خلال هذه الطائفة الموجودة في داخل صنعاء، هو نوع من براغماتية الخطاب الذي تستخدمه. الخطاب هو كأداة، يعني في الأخير الخطاب هذا هو يعتبر أداة للتغيير، ومن خلال التغيير هذا الذي تحاول السلالة أن تستخدمه من أجل تمرير مشروعها النهائي في الهيمنة والسيطرة على الدولة المجتمع. لذلك المرأة اليمنية يجب أن تبقى في داخل البيت، المرأة اليمنية يجب أن تبقى محجبة، المرأة اليمنية يجب أن تبقى مجهلة، الشباب اليمني ما مش بحاجة اللغة الإنجليزية، ليسوا بحاجة الانفتاح للعالم، ابقوا كما أنتم شوية قبائل بالزنديل بغبارة، لكن بناتنا هم الذين يذهبون إلى الغرب، هم الذين يعيشون في أمريكا، في كندا، هم الذين يعني وبالتالي لهم فرص التمكن من خلال الخطاب مع المنظمات. لاحقا سيتم تمكين هؤلاء الأبناء، هؤلاء الذين ينتمون إلى السلالة في داخل المنظمات الدولية كوكلاء لهم في داخل اليمن، أخذ المساعدات، المنظمات والجمعيات التي تتبعهم من خلال الشبكات هذه، من يتحدثون إلى الغرب من نشطاء بحكم تمكنهم من اللغات يبقوا هم أغلبهم من داخل هذه السلالة. إذن هذا هو الإطار الكلي، إطار حرب شعواء تقوم بهذه السلالة ضد الشعب اليمني. حتى أنا أذكر قبل سنتين، قبل عامين من هذه الممارسات التي حصلت، يعني كنت في خطاب مع أحدهم، في حوار مع أحدهم، وعندما أشرت له مثلا في موضوع ازدواجية الخطاب الذي يقدمونه إذا مثلا النساء الذين ينتمون إلى هذه السلالة وكيف التعامل في داخل صنعاء من خلال صنع الحرية الفردية، ويقال هذه القواعد هذه نخليها للهمج ولليمنيين، لا تنطبق علينا نحن يعني نحن أولاد الرسول، نحن حتى هذا مضمون الخطاب الديني، يعني كل الممارسات والأحكام التقييدية للحرية الفردية هي موضوع للشعب، لكن هم يعتبرون أن يكفي من التزامهم في الدين أن يكونوا فقط أبناء هذه السلالة والجنة مضمونة لهم. يعني مثلا حتى في موضوع مثلا زي موضوع هادي، حق ابن هادي، حق ابن هادي الرسي، هذا موضوع الرشوة، هم لا يعتبروها عيب لهم، بل يعتبروها حق أساسي، لكن أمام الناس يستخدمون، إذا وجد هناك فساد يقومون باستخدام هذا المعيار ضد البقية، وبينما هم أكثر من تورطا. إذن هذه هي الصورة الشاملة والكلية التي يجب أن نضع فيها هذه الممارسات. الفرع يعني يقال أن الفعل ما هو إلا فرع التصور، والتصور لدى هذه الجماعة أنها تحاول أن تحد من تعليم اليمنيين، أن تحد من اختلاطهم وانفتاحهم نحو العالم بكل الطرق، أن تحاول من خلال هذه الممارسات من خلال عزل اليمنيين. هذا هو السياق العام والكلي لما تقوم به هذه السلالة في داخل صنعاء والمناطق المسيطرة لها. أشكرك على هذه المشاركة الثرية أستاذ فؤاد عامر من فرنسا، شكرا جزيلا لك. من الأردن لدينا اتصال الأخ سليم السعداني، أهلا بك سليم. مرحبا أستاذ سليم، كيف تنظر أنت إلى واقع التضييق المفروض اليوم على الحياة العامة وحرية الناس داخل المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي؟ للأسف يعني جماعة الحوثي هي من حين بدأت بانقلابها على السلطة وسيطرتها على العديد من المحافظات، هي ليس محاولة فقط للاستفادة بالحكم، وإنما لتطويع الحياة العامة وتطويع الناس بشكل عام تحت فكرها، تحت سلوكها، وبالتالي هي تحاول أن تمارس البطش، العنف، القمع للحريات، القمع لكل أي حراك مدني، أي حراك شبابي، لحتى فعلا يكون الجميع خاضع لها ويكون صوت واحد هو صوت الجماعة الحوثية. دائما الجماعات الدينية هي تنطلق من فكر ومن ايديولوجيات معينة تسعى من خلالها لأن تجعل الحياة عبارة عن مسرح واحد، المتحكم والمنفذ فيه هو
هذا الفكر أو هذه الجماعة. المتابع خلال اليومين الأخيرة مثلا كان في فعالية شبابية اسمها فوانيس السماء، عبارة عن أحلام أمنيات مناسبة العام الجديد، يعني شباب تعبتهم الحرب وتعبتهم الأوضاع اللي خلفتها هذه الميليشيا من حين سيطرتها، وبالتالي دأبت الجماعة على قمع كل أي فعالية، كما أوقفت مهرجان كرامة للأفلام بالأمس أوقفت هذه الفعالية مرة أخرى. طب ما هي الأسباب التي يقدموها لمنعهم لهذه الفعالية يعني مثلا؟ هم يتحددون بأنهم ينطلقوا من فكر ديني وفكر وأن هذا شيء يعني دخيل على المجتمع، بينما الملاحظ أنه أغلب الذين يناضلون مع هذه الجماعة أو الذين يدافعون عنها سواء في الداخل أو في الخارج هم عبارة عن الفتيات، وبالتالي هؤلاء الفتيات بظهورها عبارة عن شكل يعني مختلط وبيناقشون في أكثر من مكان، فالموضوع مش موضوع اختلاط كما يدعونه أو كما يصورون أن هذا يخالف معتقداتنا أو ديننا أو فكرنا أو ثقافتنا اليمنية، وإنما هما يتعذروا بهذا الجانب، بينما يعني الملاحظ أن أكثر الطلاب في الخارج من جماعات هذه الحوثية وكذلك المناصرة لها هما فتيات، وبالتالي يسقط هنا عذر الاختلاط. كذلك ما صدر قبل أسبوع كان في أحد الإعلامية التابع للميليشيا اللي هو الكرار المراني تقريبا بيتكلم عن استخدام الجماعة لفتيات لمحاولة الإيقاع بالصحفيين، وبالتالي هذه الجماعة بتراقب نفسها في أكثر من موقف. طيب شكرا جزيلا لك سليم سعد من الأردن. حول الموضوع أيضا نستعرض معكم بعض المشاركات والتعليقات من خلال الفيسبوك. الأخ عبد القادر يقول نتاج طبيعي لثقافة متأصلة سعت الأنظمة السابقة والجماعات الدينية لربط مثل هكذا أفعال بالفضيلة والحفاظ على المجتمع من الانزلاق نحو موجة الغزو الفكري حد زعمهم. باسم يقول هذه حادثة عرضية وليست سياسية وقرار رسمي، والقضية أعطيت حجم أكبر من حجمها، وقيادات من أنصار الله وإعلاميين استنكروا الحادثة، الحرية في مناطق الشرعية منعدمة تماما. ربما هذا تعليق على حادثة إغلاق المطاعم. محمد العامري يقول ماذا تتوقع من جماعة قادمة من كهوف التاريخ ترى أنها تحكم بسم الله وما دونها كفرة وزنادقة؟ ليس غريبا أو مستغربا من جماعة إرهابية متطرفة تبيح دم كل من يختلف معها؟ لم تترك هذه الجماعة المتخلفة شيء جميل لليمنيين إلا واستهدفته بعد أن انقلبت على دولتهم وصادرت شرعيتهم وقضت على حلمهم في بناء الدولة، استهدفت حياتهم الشخصية وأقلقت سكونهم المجتمعي، قتلت اليمنيين وشردتهم وفجرت منازلهم وأخذت كل حقوقهم، واليوم تحاول الفرض عليهم كيف يعيشون وماذا يأكلون وكيف يدخلون ويخرجون. أي لعنة أصابت هذا البلد وهذا الشعب بهذه الجماعة، وأهم من يظن أنا واهم من يظن أن بإمكاننا نتعايش مع جماعة الحوثي، وواهم من يظن أن مشكلة اليمنيين تنتهي بدون حسم عسكري وإخضاع هذه الجماعة وفرض قوة الدولة عليها للقبول بمخرجات الحوار في بناء المستقبل لكل اليمنيين. الأخ عبد الله يقول ليس غريبا على جماعة لا تتوانى في مصادرة حياة من يعارضها أن تصادر حرية من يخالفها وتسلبه كل الخيارات ما دامت في موقف القوي المسيطر. إذن كانت هذه المشاركة الأخيرة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المنصة، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله.